أوشكت أمانة المنطقة الشرقية على الانتهاء من إنشاء 10 حدائق في مدينة الدمام، والمتوقع افتتاحها نهاية العام الحالي، والتي أيضا تهدف إلى زيادة مساحة المسطحات الخضراء ونصيب الفرد منها، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات والخدمات الترفيهية لمكان وزوار الحي، وتحقيق أفضل المعايير لجودة الحياة ضمن التنمية المستدامة التي تسعى الأمانة لتطبيقها. أوضحت الأمانة أنها راعت العديد من الجوانب الهامة في إنشاء الحدائق، حيث ضمت ألعاب طبعا الدمج وأيضا الألعاب الخاصة بذوي الإعاقة. للحديث عن هذه الحدائق التي ستكون طبعا متاحة قريبا، ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد الصفيان، وهو المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية. أستاذ محمد، صبحك الله بالخير. حياك الله. يا أهلا وسهلا بك، نقول مبروك قربت الحدائق الأهل الشرقية. ماذا ستتضمن وماذا ستقدم أيضا من خدمات صحية وترفيهية لأهالي المنطقة؟ دعني أرحب فيك يا أخي عبد الله والأخت سارة وجميع السادة المشاهدين، ونقول يسعد صباحكم إن شاء الله. وصباحك. صباحك. طبعا برامج الحدائق في المنطقة الشرقية بشكل عام تسعى لها الأمانة بشكل متواصل، ويأتي ضمن برامج أنسنة المدن، تهدف طبعا إلى زيادة رقعة المساحة الخضراء لكل فرد، كذلك تقديم يعني أفضل الخدمات الترفيهية لكافة المواطنين المقيمين. طبعا كما أشرت أخي عبد الله في البداية، تحقيق أفضل المعايير أيضا لبرامج جودة الحياة ضمن التنمية المستدامة التي تسعى الأمانة لها تطبيقها. طبعا الحدائق هذه تنوعت ما بين حدائق في عدد من الأحياء بالدمام، مثل حي العنود بمساحة أكثر من 3400 متر، حديقة الجلوية، حديقة طيبة، أيضا حديقة محمدية، حديقة النورس، أيضا حديقة العزية، وكذلك حديقة السعلة، حديقة المنتزه، كذلك حديقة الواحة وحديقة البرسان. نعم. طبعا جميع هذه الحدائق تنوعت بين أحياء مدن الحاضرة، بالإضافة إلى العدد من الحدائق الموجودة في المنطقة الشرقية. أنت تتكلم أخي اختصارا عن أكثر من 961 مرفق سياحي، تنوعت ما بين حدائق ومتنزهات ووجهات بحرية، وأيضا ساحات بلدية وملاعب رياضية في المنطقة الشرقية. نعم، يعني أستاذ محمد، متى سيتمكن الزوار من الاستفادة من كل هذه الخدمات المقدمة؟ أيضا يعني قدمتم خدمات خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم وإحساسهم بتمتعهم بهذه الخدمات المقدمة. طبعا الحدائق هذه جميعها والتي تم إنشاءها مسبقا، رؤية فيها طبعا الجوانب بتخصيص مناطق ألعاب خاصة بالدمج وهي خاصة بذوي الإعاقة، من ألعاب تنمية ذهنية وترتيب الأسكال والقاب في الحاجة الدارية يعني للتنمية العقلية. كذلك تم مراعاة أيضا تصاميم مداخل الحدائق من حيث الحضرات للزول والدخول، وممارسة كافة الأنشطة الداخلة، مراعاة أيضا ذوي الإعاقة البصرية عند المداخل من خلال تثبيت مجسمات على أرضية تكون أيضا استرشادية وتحذيرية أيضا لهم، تدل على المسارات داخل هذه الحدائق. نعم. إلى جانب أيضا تميز الممرات الداخلية بالتصميم الجديد من حيث الاعتماد على التداخل في الألوان. طبعا أمانة المنطقة الشرقية أيضا حرصت على موضوع جوانب السلامة في مناطق الأطفال في جميع الحدائق من خلال تركيب أرضيات مطاطية للمحافظة أيضا على سلامة الأطفال. ممتاز. كمان هذه الأرضيات أيضا تتميز بالأشكال المتنوعة التي تتلائم مع طبيعة الأطفال في مناطق الألعاب خاصة في هذا الشهر. جيد، يعني يمكن القول أنه هذه الحدائق صممت لا فقط لأن ترى، لا، صممت وفق الاحتياجات الأهالي لأن يستمتعوا فيها من النواحي الترفيهية وأيضا حتى من نواحي الأمان الموجودة. بالضبط. طبعا جانب السلامة جانب مهم أخي عبد الله، بالتأكيد كافة مشاريع الأمانة وبرامجها، وبالتالي بإذن الله نهاية 2020 سوف تفتح هذا الحدائق
بالإضافة لحديقتين الآن سوف أيضا في حي الإسكان والأخرى في غرب الدمام، لتصبح بإذن الله 12 حديقة سوف يتم افتتاحها في مدن الحاضرة بإذن الله. موفقين يا رب يعني في هذه الأعمال التي تضيف جمال للجمال الدائم والموجود في المنطقة الشرقية. الأستاذ محمد الصفيان يعطيك ألف عافية، المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، شكرا لحضورك معنا وشكرا أيضا لجهودكم. شكرا لكم.